مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ارتفاع محسوس لدرجة الحرارة خلال يوم الغد على كل المناطق الشمالية، يجب أخذ الحيطة والحذر. السماء ستكون مشمسة للعموم بعد انقشاع الضباب خلال الصباح الباكر نحو السواحل الغربية. تبقى هنا نسبة الرطوبة عالية بالمناطق الداخلية، أجواء مشمسة، ثم تتشكل بعض السحب الركامية التي ستتحول إلى رعدية نحو الهضاب الوسطى والغربية، وعليه احتمال لأمطار محلية خلال أواخر النهار. حبيبات الرمال ستكون عالقة بسماء نحو السواحل الغربية والمرتفعات الداخلية الغربية. أما جنوبا أجواء مشمسة من الصحراء الوسطى نحو الجنوب الغربي لغاية شمال الصحراء والجنوب الشرقي، ثم تتشكل سحب رعدية خلال الظهيرة تكون منعزلة بشمال الصحراء، بينما الخلايا الرعدية ستكون أكثر نحو أقصى الجنوب لغاية منطقتي الهوغار والتاسيلي مرفوقة بأمطار محلية. ستنشط أيضا بعض الزوابع الرملية بشمال الصحراء الجنوب الغربي لغاية الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب، تجعل الرؤية ضعيفة. الحرارة خلال ليلة اليوم ستكون مرتفعة بكل المناطق الشمالية تفوق 20 درجة، عدا بالمناطق الشرقية تتراوح ما بين 17 إلى 19 درجة، ترتفع إلى 21 درجة بالعاصمة ووهران، 24 درجة بمعسكر غليزان سيدي بلعباس والبيض، جنوبا مقاييس ما بين 27 إلى 29 درجة بكل شمال الصحراء والجنوب الشرقي منطقتي الهوغار والتاسيلي أيضا، بينما سترتفع لتفوق 30 درجة بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. الحرارة قصوى خلال ظهيرة الغد ستعرف ارتفاع محسوس تصل إلى 38 درجة بالعاصمة بومرداس، 41 درجة بتيزي وزو البويرة، 40 درجة بمعسكر وغليزان، 35 درجة بجيجل وعنبة، 33 درجة بباتنا. أما جنوبا مقاييس ما بين 40 إلى 42 درجة بكل شمال الصحراء والجنوب الشرقي، في حدود 39 درجة بتندوف ببني عباس وتمن راس، ترتفع مع أجواء حارة بالصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب لتصل لغاية 46 درجة محليا. البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب بسواحل الوسطى، رياح معتدلة أحيانا قوية نسبيا بسواحل الوسطى، تتنا ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية تدور إلى جنوبية غربية نحو السواحل الغربية، هذا عن داخل الوطن. أما بالنسبة لشمال قارة أمريكا، أمطار مرتقبة بفانكوفر مع 17 درجة فقط، أمطار أيضا بميامي تحت وقع الرعود ب 31 درجة، غائمة جزئيا بنيويورك ب 17 درجة، ومشمسة على العموم بواشنطن بدالاس ومكسيكو مع 36 درجة كعلى مقياس بدالاس. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 5 صباحا و 29 دقيقة، والغروب على 8 مساء و 8 دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة.